جهود جبارة يشار لها بالبنان يبذلها المتطوعون والمتطوعات لغسل وتكريم وفيات كورونا بمحافظة شمال الباطنة. يعتبر العمل التطوعي سمة من سمات مجتمعنا في السلطنة، حيث يبادر الجميع لتقديم ما يقدر عليه، وهنا في محافظة شمال الباطنة في مغسل الموتى المخصص لوفيات كورونا بولاية صحم، يعمل مجموعة من المتطوعين والمتطوعات على غسل وتكريم الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، والتي من المؤسف والمحزن أنها في تزايد مؤخراً بسبب انتشار هذا الفيروس. ويعمل المتطوعون والمتطوعات لغسل الوفيات بالطريقة المعتادة التي يغسلون بها باقي الوفيات، حيث يستخدمون السدر والكافور والأطياب وغيرها من المواد المعتادة، وكذلك يتم التكفين حيث لا يختلف تكفين وفيات كورونا عن باقي الوفيات. غير أن المتطوعين لغسل وفيات كورونا يقومون باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان عدم انتقال العدوى لهم، حيث يلبسون السترات الواقية ويلتزمون بتعقيم أنفسهم والمواد المستخدمة والمغسل وسيارة نقل الموتى. نسأل الله أن يبعد عنا هذا الوباء ويخلصنا منه، وأن يرحم من توفي ويغمدهم فسيح جناته، وأن يجازي هؤلاء المتطوعين والمتطوعات خير جزاء ويقيهم من كل مكروه، إنه على ذلك لقدير.